هنا إحدى بوابات الانضمام إلى شركات خدمات النقل الذكي في طهران، ظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وباتت مقصد كثير، حتى سجلت إيران رقما قياسيا بأعداد المشتركين في هذه الشركات برقم زاد عن 3,400,000 سائق. إقبال جاء بعد دخول هذه التقنية إيران مؤخرا باستثمارات محلية إثر غياب الشركات الأجنبية بفعل العقوبات الأمريكية. في البداية واجهنا بعض الصعوبة حتى تقبل الشارع هذه التقنية في استئجار سيارة، ولكن أخذت مساحة واسعة بسرعة مع اتساع دائرة التجارة الإلكترونية في إيران. والآن بحمد الله بعد 6 سنوات نجد هناك انضمام كبير من قبل السائقين وكذلك من قبل الزبائن لما تتمتع به عملية الاستخدام الإلكتروني من ضوابط أمنية وخدمات مناسبة. تسعى شركات النقل الذكي إلى جذب أكبر عدد من السائقين، فكلما زاد عددهم اتسعت تغطيتهم جغرافيا وزادت سرعة تلبيتهم لطلبات الزبائن. من هنا ينخفض سقف شروط الانضمام إلى مجرد حيازة المشترك على رخصة قيادة مع توفر سيارة بمواصفات مقبولة، كما أنه حر حتى باختيار وقت عمله. تتنوع رغبة المنضمين إلى شركات النقل الذكي هذه بين باحث عن مزايا تتمتع بها سيارة الأجرة في زحامات شوارع طهران، وآخر عاطل عن العمل، وأعداد هؤلاء لا يستهان بها، لكن الجزء الأكبر من المنضمين هم موظفون في مؤسسات وشركات صباحا ويعملون سائقين حتى ساعات متأخرة من الليل. هذا تحديدا ما ينطبق على حميد، فبعد انتهاء دوامه الرسمي يتحضر لعمل ما بعد الظهيرة. في أولى خطواته يترقب تطبيق الشركة المسجل بها. في دقائق معدودة يعثر حميد على زبون في توصيلة مرضية. حتى قبل سنوات لم يكن حميد يعمل في وقت استراحته، إلا أن مرتبه بدأ يتقزم تدريجيا مع مسلسل تضخم الأسعار. زوجتي تعمل وكذلك ابنتي منشغلة بعد الظهيرة بعد انتهاء دوامها الجامعي، فظروف الحياة في طهران تجبرنا على عمل متواصل من أجل تأمين مصاريفنا والتي يصعب سدادها بعمل واحد، لذلك نحن مجبرون على العمل طوال اليوم. وبعد أدخال تقنية العمل الذكي صار بإمكان العمل قصائك أجرة بسهولة، خاصة وأن اختيار موعده يكون حسب أوقات فراغي وكذلك حسب انتهاء الدوام وإلى الوقت الذي أجد فيه أنه بإمكاني العمل. حميد كما هم كثيرون هنا أجبرتهم ضغوطات العيش على العمل بوظيفته، ليس هو فحسب، فهذا حال زوجته أيضا. كل هذا ليتمكن من سداد فواتير حياة في مدينة صنفت بأنها الأكثر صعودا على الإطلاق في تصنيف المدن الأغلى عالميا، بعد أن قفزت طهران 50 مركزا في الترتيب من 79 إلى 29 عام 2021، على خلفية ما شهدته من هبوط حاد للعملة المحلية وارتفاع أسعار كل شيء تقريبا. ياسر مسعود، العربي، طهران.